إذا بعد ما كملنا بسنة ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ننال الإعجاب ديالكم. هاد المسمنات تاع الشحمه كيجيو لذاذ رائعين في شهر رمضان. هما مسمنات يعني تقليديين. كل عام وأنتم بألف خير. إذا المقادير عندنا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض و500 غرام ديال الدقيق الأصفر، هذاك الفينو أو الحرش، ملعقة صغيرة ديال الخميرة المعجونة ديال الخبز، وملعقة صغيرة مملوءة ديال الملح. هادو هما المقادير، ممكن تضعفوا أولا تقلوا. بالنسبة للشحمة، عندنا هاد الشحمة هادي إما ديال عيد كبير أولا ديال الأيام العادية ديال الكلوة، تتقطع بهاد الشكل وكدار فيها لقامة وكتشمش وكتحتفظ بها في المجمد حتى تبغيوها. ممكن تعملوها فواحد الخنيشة ديال الثوب. وهنا عندنا يعني كما كتشوفوا الكمون والملح والبابريكا، وعندنا حتى الكركم هم والقزبر اليابس. هادو هما العطريه اللي كنديروا ليها وكنحتفظوا بها يعني في المجمد. هنا عندنا ملعقه معدنوس اولا بقدونس مفروم. هنا عندنا الفلفل اخضر مفروم كميه، عندنا جوج فلفل. هنا عندنا الزيتون مقطع رقيق. هنا عندنا جوج بصلات مشلضين رقيق بهاد الطريقه طبيعه الحال، والعطريه غتشوفوها معايا. غادي نحضر العجين. ضروري انا واخا المسمن تندير فيه شويه الخميره، ما كنقويش بزاف، ولكن كندير فيه شويه الخميره ضروري باش ما كيجينيش نتقص اي حاجه فيها الخميره مزيانه للصحه للمعده لاي حاجه. هنا عندنا الدقيق طبعا الحال مغربل مزيان. غادي نوضعوه بهذا الشكل. ممكن تعجنوا باليد، راه حنا عجننا باليد سنين، يعني راه معروفه هذه القضيه. حنا فقط مع الوقت، لان بعض المرات يعني مع الخدمه كيجي الانسان خاصو يسربيه بسرعه. هنا عندنا الماء، كنديروه ماء عادي يعني ماء عادي ماشي سخون. وهنا عندنا كنخلط في الاول قبل ما غادي نعمل العجانه تعجن ليا العجين. طبعا الحال العجينه ديال المسمن راه باينه، ماشي بحال البطبوط او الخبز، كتكون قاصحه شويه مجموعه، يعني ما كنديرو عيننا ميزاننا قياسنا باش كتجمع فقط، ما تجيش مرخوفه وما كتجيش قاصحه بزاف. غادي نعجنوها الان في، لان المسمن تيبغي يدليك. غادي نخليه يتعجن. خرجوا العجين بعد ما دلكات، ها كنشوفها واش دلكات مزيان. هنا كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها خاص يكون، ما خصهاش تكون يعني مطلوقه بزاف، غتكون باقا بقبوطه قابطه في راسها. كان كما كتلاحظوا بهذا الشكل تتمدد، اذا ما كتقطعش راه العجينه المسمن مزيان. كتلاحظوا كناخذ زيت المائده وكان يعني كندهن لاباس ديالي او العجينه. كناخذ على مسكه ديال اليد طبيعه الحال، كناخذ مغا صغار باش يجيوني مسمنات صغار. وكناخذ واحد الصينيه، غادي نستفهم يعني كاملين بهذا الشكل وحده ورا وحده حتى غنكمل العجين ديالي. طبيعه الحال عندنا ميزاننا خاصو يكون عندنا جوج في جوج، يعني انا غنعمل جوج في جوج. غتشوفوا معايا كيفاش غادي نعمل. غتوجدوهم في الصينيه وغتخليهم يطلقوا، يعني غتضغطوا عليهم واحد شويه بالزيت وغتخليهم يطلقوا حتى نعملوا ان شاء الله الحشوه. الان غنوجدوا الحشوه ديالنا. هذا هو العدد اللي جانا في هذه الكميه ديال العجين. كما تلاحظوا خصنا نخرجوا جوج في جوج باش غادي يكون عندنا مسمنه، يعني وسط مسمنه باش ما تتحلش لينا ولا تقطع. هذا هو اذا الان غنخليو يعني طلق لينا مزيان وارتاحوا باش يعاونونا باش نورقوهم. وغادي نمروا الان باش غادي نوجدوا الحشوه ديالنا.
الى بالنسبه للحشوه، بسم الله بركات بدون زيت طبيعه الحال. غادي نوضع البصل، الزيت ما كاينش لان عندنا الشحمه هي اللي غتطلق لي دام ديالها. في الاول غادي نشحر البصله بهذا الشكل، بصله تكون رقيقه. غنوضع الشحمه، الشحمه طبيعه الحال راه فيها الملح، اذا ما غنقويش الملح بزاف. العطريه اللي غادي نعمل هي البابريكا، ملعقه صغيره بابريكا، كمون، شويه الملح، الكركم، شويه السودانيه والابزار. السودانية كتبقى فاكولتاتيف او لا على حسب الرغبة، يعني ماشي ضرورية، بل هي فقط كتعطي واحد النكهة وكتعطي واحد الحرورية زوينة. اما الناس اللي ما كيبغوش الحرورية يتفادوها. اذا هنا غادي نخلي الشحمة تذوب مزيان في الاول في هذا الشكل، غادي نخلطها. غادي نضيف باقي العناصر، بقدونس او لا ربيع مفروم، طبعا الحل دائما كنخلط باش كل شيء يشرب العطريه اللي عملت. هذا هو المسمن اللي كان زمان يعني، وكيجي لذيذ بزاف. كانوا كيعملوا حتى هاد الحشوه كيعملوا في خبيزات، طبعا الحال من غير المسمن كيعملوا خبيزات. هنا غادي نضيف الفلفل اخضر رقيق، وغادي نخلط الكل. هنايا كما كتلاحظوا كنحاول نذوبوا في ديك الشحمه مزيان. في الاخير غنضيف الزيتون، كتلاحظوا كنورق بهذا الشكل. هذه الاولى طبعا الحال انا عملت وحده قبل، اذا غادي نعمل دابا الثانيه بهذا الشكل. غادي نوضع دابا يعني نورقها بشكل كي يعني كيخصنا نبسطوها مزيان. بطبيعة الحال الى خليتو الكويرات يرتاحوا راه غادي يعاونوكم. والحشوه طبعا الحال كتكون بردات شويه، تبقى سخونه باش ما تمددش لنا العجين وتخسر لنا العجين. هنا غادي ناخذوها بهذا الشكل، وغادي نوضعوا كميه من الحشوه، ومن بعد غادي نطويوها على شكل ظرف. من بعد غادي نورقوا الثانيه، وغادي نوضعوها بالوسط. ابقوا شوفوا معايا الفيديو. اذا هنايا كنورق بهذا الشكل باش غادي نبدا. كنوضع القليل من الحشوه، كنوزعها القليل فقط باش ما تخرجش ليا بزاف، لان المسمن غنديرو غير صغير ما نديروش كبير بزاف. اذا هنايا كنطوي دائما بهذا الشكل على شكل ظرف قبل ما غادي نبسط الورقة الثانية، واللي غنعمل هذيك الورقة اللي غنعمل هذيك الحشوة الأولى أو المسمنة الأولى اللي عملت غنعملها وسط من هاد الورقة هذه. نفس الطريقة كنعملو الباقي يعني العجين أو الكويرات. طبعا الحال تطلقوهم باش يعاونوكم، تتخليوهم يعني يرتاحوا باش كيعاونوكم في الطليق، ما كيجيكمش يعني ما تتشرقش بزاف الورقة. كنحاولوا نوضعوا هذه الوسط بنفس العمليه، غنكرروها. غادي نعمل فقط جوج ورقات. اذا هنا كناخذ الزيت، القليل من الزيت، وكناخذ بابريكا او واحد ملعقه صغيره ديال البابريكا ولا التحميره باش كنبسط. وكيجيني هذاك المسمنات كيجيني محمرين يعني ما تيجيونيش بيضين. هنايا طبيعه الحال وجدت اللاطه فيها اما ورق المطبخ او مدهونه باش ما يلصقوش. وطبيعه الحال هنا راه خليتهم ارتاحوا مزيان. غادي ناخد طبيعه الحال المسمنات بهذا الشكل، كما كتشوفوا راه ترخفوا وتنفخوا يعني هما، راه لان فيهم واحد شويه الخميره في العجين طبيعه الحال غادي يطلعوا. انا ضروري كندير شويه الخميره في المسمن لان باش ما يضرش المسمن. وهنا بهذا الشكل كنبسط، ما كنرققش بزاف وما كنخليهاش غليظه،
يعني متوسطة في التبسيط. تنقاد يجيني شكل مربع، والان غادي نوضعها في، يعني كل وحده من غنبسطها غنوضعها في اللاط، يكون الفرن ساخن غندخلهم. كما كتلاحظوا ها هما طابوا لينا، قدمناهم بطريقه بسيطه جدا. هنايا عندنا هاد المسمنات طبعا الحال فيهم الشحمه، راه كيتقدموا ساخنين. انا غنقطع لكم واحد شويه، هنا كيجيو مع كؤوس يعني مع الشاي كيجي رائع جدا. هنا كما كتلاحظوا الحشوه بسيطه وما عمرش بزاف باش ما تخرجش.